عنهم ليعدلوا الهبة الشعبية الثانية اللي يطالب القيادة بصناعة السلاح اللي يطلبوا الميدان يخص تنصب فيه، وهذا كامل اللي يتوجه يدور يصنع أسلحة نوعية. التكنولوجيا هذه بصي حق نصنعوها نحن، منين نصنعوا طائرة بدون طيارة انتحارية، والله نعدلوا صاروخ يعود يوصل للأعماق. أخبار قعوفة. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم كالعادة، ودائما التسريبات الصوتية اللي غنسمعوها إن شاء الله في آخر هذا الفيديو. فرقشية البوليزاريو تيقروا على أنهم يصنعوا الأسلحة بيديهم في مخيمات تندوف. فرقشية البوليزاريو قروا على أنهم يشيدوا مخيمات تندوف مصانع يصنعوا فيها أسلحة من طائرات مسيرة وصواريخ وقنابل يدوية وقنابل تقليدية، وعدلوا اجتماع من أجل هذه الخطوة ديال صناعة الأسلحة في مخيمات تندوف، وسموها بالهبة الشعبية الثانية، وركزوا على هذه النقطة غنرجع عليها. قال لك سيادنا غنولي ونصنعوا أسلحة بيدينا، وقال لك التكنولوجيا سهلة، وقررنا نصنعوا هذه الأسلحة لأن الدول الحليفة البوليزاريو مثل جنوب إفريقيا والجزائر وكوبا ما بقاوش باغين بالمرة يسلحوا البوليزاريو، وهذا جاء في ظل على أن الدول اللي كتصنع الأسلحة اللي كتبيع الأسلحة للجزائر وجنوب إفريقيا وكوبا والدول اللي معترفة البوليزاريو كتفرض وكتمنع لها الدول أنها تمد البوليزاريو بأسلحة متطورة، لأن البوليزاريو ماشي دولة وغير معترف بها بالمرة. حتى الجزائر اللي واضعة مخيمة تندوف في أرضها راه ممنوع ليها تسلح البوليزاريو بأسلحة حديثة، لأن الجزائر ما كتصنعش الأسلحة، والأسلحة اللي كتوفر عليها البوليزاريو هي أسلحة قديمة. خاصكم تعرفوا على أن الأسلحة اللي كتوفر عليها البوليزاريو حاليا هي أسلحة من صنع الاتحاد السوفيتي في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، وأن السلاح المتطور اللي كتملك البوليزاريو حاليا القاذفات الصواريخ ديالو راه ما كيتعداش المدى ديالها اعلى حد 20 كيلومتر، بمعنى اطول مدى واطول مسافه اللي يقدر يوصلها صاروخ كتملكه البوليزاريو راه ما يوصلش بالمره للجدار الرملي في كتواجد التكنات العسكريه والقوات المسلحه الملكيه. لهذا قررت البوليزاريو على انها تولي تصنع الاسلحه بيديها من طائرات مسيره وصواريخ اللي ممكن توصل الجدار الرملي قال لك ويضربوا القرقرات ويدخلوا حتى للعيون وبوجدور بهذه الصواريخ اللي غيصنعوها، وقال لك هذه التكنولوجيا سهله، وقلدوا نفسهم بحماس وحركه فجح اللي كتمدهم ايران بالتكنولوجيا، وكيصنعوا بعض المسيرات وبعض الاسلحه اللي كيقصفوا بها اسرائيل. وهذا القرار اللي اتخذوه فرقشيه البوليزاريو على انهم يبقاو يصنعوا الاسلحه في مخيمه تندوف سموه بالهبه الشعبيه الثانيه، بمعنى اخوتي بغى يدعي على ان هذا القرار هو قرار اتخذوه ما يسمى الشعب عندهم في مخيمات تندوف، ورجعوا لسيناريو القضيه قطع معبر القرقرات. ملي البوليزاريو قررت تقطع معبر القرقرات سماتها الهبه الشعبيه، بمعنى راه سكان مخيمات تندوف المدنيين هما اللي قرروا يغلقوا معبر القرقرات، ولكن في الحقيقه كما اكتشفنا من بعد لأن البوليزاريو نفسها وقياديين البوليزاريو هما اللي دفعوا بالمدنيين، ولا حتى دوك الناس راه كانوا مسلحين بالزي المدني مشاو يغلقوا معبر القرقرات باش تفسخ البوليزاريو العقد اللي موقع سنة 1991 مع المينورسو اللي هو وقف إطلاق النار. مهم حاليا نركزوا فقط على ما يسمى عندهم الهبة الشعبية الثانية، واللي قرروا على أنهم يشيدوا مصانع في مخيمة تندوف يصنعوا منها أسلحة من طائرات مسيرة وصواريخ. قال لك على أنه غيتم استدعاء العلماء ديالهم السيدي والتقنيين والناس اللي قارين في أوروبا من ما يسمى عندهم الجالية الصحراوي بأوروبا. كاع أي شخص كيحمل واحد فكرة واحد العلم في أوروبا غيستدعوه المخيمة تندوف باش يصنع لهم هاد الأسلحة. عموما الإخوان أنا مأكد مليون في المية
لانه عنصر من البوليزاريو فراقشي من البوليزاريو ما يقدرش يصنع برا، برا هي الاخرى ما يقدرش يصنعها، ولكن نقدروا نوسعوا الفكر ديالنا ومشيو بعيد. البوليزاريو والجزائر بامكانهم يجلبوا تقنيين وتكنولوجيين وصناع الاسلحه من ايران ويستقطبوهم ويجيبوهم مخيمات تندوف ويعلموهم تكنولوجيا صناع الاسلحه مثل طائرات وصواريخ وغيرها من المعدات العسكريه مثل ما تفعل ايران مع حركه حماس وفتح. غنسمعوا التسريبات. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. هذاك لا واحد جابوهم وقالوا عليه نحن ما دام الناس ما هي داعمتنا ما نعودوا نصنعوا روسنا. تدمرك فهمتوا؟ اما لذاك ما اشكم لو كنا احنا نفكروا نخموا ذا تفكروا ذا التفكير ماذا نحررنا ترابنا. اش تمنين يتم العالم يضغط على الصحراويين ويقلع منهم حقوقهم لا شك عنهم لا يتموا يتحركوا كي تحركهم ذاك اللي عدلوا قايسين القرقرات اللي القضية قاع ماتت مات لمسول عنها ولا كان معين لها مبعوث وكان منين يمرق لا دبلوماسي واحد في قناة فرنسا فانت كات تقويم الدنيا قاع مشكوا عنه نصر تدى ما لقمتوا اضريكم ولي الشعب عرف عنه لا هي مرق راسه الا براسه ولذلك فرض علينا الشعب يبتكر أسلحة نوعية تعود قادرة عنها توصل لطبق القانون. كيف نهب الخيرات كيف مثلا فوس بكراء يوقف نهب الخيرات فيه وكيف القرقرات الطريق غير شرعية ومعدلة لها وندون الشعب الصحراوي ما هو قابلها إلى عاد عدلها محمد عبد العزيز والله الحسن الثاني طريق غير مقبولة معناها عنه منين يتم الشعب الصحراوي يعنف لا هي يعقب قالت عنه النهضة هذا اللي فات نهض كامل من البلدان نهض تحت الضغط. يا مرحبا بي. السلام عليكم ورحمة الله. قالك عنهم لا يعدلوا الهبة الشعبية الثانية اللي طالب القيادة بصناعة السلاح اللي يطلبوا الميدان ويخص تنصب فيه جميع الطاقات وربما قاع الشعب الصحراوي بفئاته كاملة اللاجئين باطل بالجالية وبالمناطق المحتلة وبمخيمات عزة والكرامة كاملين اللي يساهموا إلى العزايز يقولوا يا أخوتي لعاد خالك شي سلاح لي يعدل رانا اللي يساهموا فيه شي جايب 2000 وشي تجيب 1000 وتقوم الدنيا يقوم الشعب كامل معدل هبة كيف ذي يدور وتدور تشوف مصانع هون تياهي مهندسين صحراويين يعيط لهم وكل تجاه ويجو زايد الصناعة تقليدية مهارات أعطاها مولانا وهذا كامل اللي يتوجه يدور يصنع أسلحة نوعية قادر هو ذا كامل اللي مولانا اللي احنا آمنين اللي بعدالة قضيتنا وعنا ما انهم اللي جبنا ما انهم اللي نسلموا بحقنا تذا ما لك فهمتوا وهذا هو اللي مآمنين به وندوره هلا عند مولانا ومولانا قال له قوم يا عبدي نعاونه واحنا هذه سب نعرف شو قيادة ما هي معانا فيها والحليف ما هو باقيها والمغرب قاع من ذاك العار وامريكا ما هي باقيتها غير ذي ارادة الشعب الصحراوي لا هي تنفرض فرض عنها تخلق وعاد يقولوا قاع والله اللي سمعناهم يقولوا قبال بذني هذه يقولوا القيادة هذه متآمرة مع المغرب ضدنا ما هي مخليتنا نحارب ضد ترابنا ولا نقبض واردنا ايوه اضريك الحمد لله للصحراء رعيها رجعت الكفاح المسلح خارج بعد الله أحد الحسنين الله إما النصر والله إما الشهادة هذا ما لك فهمتوا وإحنا ضدنا العالم كامل يا غير مولي لا نعدلوا هبة ثانية لا رعينا متباركين مع نعدل هندس وهبة ثانية للشعب الصحراوي مشتركة فيها العزوز واليشير وذاك اللي مهجر شور إسبانيا وذاك اللي منسي شور فرنسا محقور وحقه مقلوع منه ويظل يعبل نهار كامل باش مثلا عنه كانوا قد يستقاه ويعادي يساوم بوطن والله بلا وطن هذا كامل المظلومين يشارك في هذه الهبة يسبب المولانا ويستنفر مهاراته اللي اعطاه مولانا الذهنية ويستنجد بالله كانوا يعيننا على نصنع سلاح نعود قادرين عنا نجيبوا به حقنا نوقفوا به نهب الخيرات نردوا الصاع صاعين منين تخبطنا الطائرة بدون طيار
يا إما نطيحوها والله يا إما مولي نعدلوا نحن السلاح يعود يوصل للعنق المغربي حتى نحن نخطو نردوا على روسنا. والله مولي احنا اللي نبغاو التكنولوجيا هذه بصير حق عنها سلاح فعال يا غير قيسها بشي ينقلوا العدمية لا يتقبض نحية تقد تمشي راكبة على الجمال ما فيها المال اللي مبينه مع الثاني هذا ما رغمتوا كيلو والله كيلي الوقت اللي بقاوا يلتقاوا يلتقاوا الوقت اللي بقاوا يجتمعوا يجتمعوا ما فيهم اللي يذهب ولا فيهم اللي لا يفوت أربعة أيام عن الثاني قاتلوا فيه واللي محتاج له وهذه هي القوة اللي قابلينها أموال قاع منين نصنعوها نحن منين نصنعوا طائرة بدون طيارة انتحارية والله نعدلوا صاروخ يعود يوصل للأعماق أخبار قاعوفة العمق باش لين نلحقوه باش لحقت قزة العمق الإسرائيلي وضريكا راه يتطور صواريخ 250 كي قول الله عن نحن ما قدرنا روسنا فيه يا غير ضريك الشعب اللي عد الهبة شعبية الطالب مراكز الابحاث والصناعة العسكرية تذمال فهمتوا تعود تصنع فيهم والله تفشل سعيها مشكور تنجح لا هي الشعب الصحراوي يوصل للمراد وفقدوا الشعب الصحراوي لا هي يقول عنه قيادي اليوم باقي عود قيادي على الصحراء يمرق النحن تيديه يخرج خص يعدل لنا الأسلحة النوعية اللي نقدو نجيبو بها حقنا ونفرضو بها القانون الدولي اللي ما قد حد يفرضه.